عليكم والله يا حبايبي. هنبدأ بقى مع ذا بريزنر وزندا. ذا بريزنر وزندا خلي بالك التكست لازم تقروه كله، فانا هحاول اعمل لكم ستريس برضو على الاحداث واعمل لكم ريفريشمنت ليها. طبعا ذا بريزنر وزندا عليها 8 ماركس 8 درجات، يعني لا يستهان بيها. وطبعا عارفين تديك اختيارات وبتيجي تلات اسئله تختار اثنين ورايك اللي هو دو ثينك وات دو ثينك، وبرضو مش عايزك تقعد تحفظ في اسئله، انت فاهم القصه هتجاوب. طبعا قصة كتبها انتوني هوب، وفي سؤال دايما يجي يقول لك وات از ذا سيتنج اللي هو المسرح الاحداث والوقت بتاعها، ان هي في القرن 19 19th century، وان هي بتحدث في روتينيا ودي افيكشنال كونتري ان ذا ميدل اوف يوروب، يعني بلد خاليه في اوروبا. انتوني هوب وطبعا ده من اشهر كتاب الايه الادب الانجليزي، كان بيشتهر بالادفنشر ستوريز بالقصص المغامره. طبعا الشابتر الاولاني وانت عارفين بطل الاحداث هو رودولف راسندل او راسندل، وده طبعا 29 years old 29 سنه عايش في بيت اخوه روبرت. وطبعا عارفين المشكله اللي بينه وبين هي السيستر ان رول يا روز، ان هو قاعد زي ما قلت لكم قبل كده وكنا بنضحك كل متنبل في البيت مش عايز يشتغل، فهو قاعد بيفطر فجاء بقى بتقول الحوار بتاعها يو ار 29 years old are you ever going to do something useful، فبيحتد عليها يقول لها انا ما افرضش ان انا فروم اريتش فاميلي من عيله غنيه اللي هي ايه ذا راسندلز، وده كلام ضايقها وقال لها عيلتنا مش محتاجه دونت نيد تو دو ثينكس، وده ضايقها لان هي فاميلي كانت ليس امبورتنت زي ذا راسندلز. وقالت له بقى الاختلاف اللي بينه وبين روبرت ان هو الريد هير شعره الريد هير تمام، وان هو ما عندوش حته الريسبونسبيلتيز المسؤوليات، والريد هير دي احنا عارفين انها جايه منين، القصه بتاعته جايه من نوا من صهر ونسب عيله زاريبيرجز اللي هم ذا رويال فاميلي ان روريتانيا، وعلى راسها رودولف ذا فيفث اللي هو ملك دوله ايه روريتانيا. وهيتدخل طبعا روبرت في الحوار لما يلاقوهم محتدين على بعض. لا واتس ماتر ماي دير، فرودولف راسندل يقول له تعالى شوف زوجتك بقى قرفاني هي ثينكس ذات اي دونت دو اني ثينكس. وطبعا رودولف راسندل انا مش ليزي بمزاجي، انا ليزي بس انا عندي a lot of skills and a swordsman، وان انا كان رايد هورسز، وان هو كان سبيك ميني لانجوجز، وتعلم في جيرمان سكول اند جيرمان يونيفرستي الكلام ده قلناه. ونقول طبعا بتقول له مش انت بس شعرك ايه الاحمر بس، لا ده حته الريسبونسبيلتيز. وفي الاخر قال لها بقول لك ايه ما تقرفنيش، تو ا مان لايك مي اوبورتيونيتيز ار ريسبونسبيلتيز، وانا راجل انتهازي وبتاع فرص وقاعد متنبل في البيت ومش شغال. فقالت له كويس بقى انا عندي حاجه ليك اي هاف سم انفورميشن فور يو، وقالت له على قصه سير جيكوب برودايو ان هو از جوينج تو ايه هيشتغل، طبعا اشتغل عايز يشتغل مع سير جيكوب عايز يشتغل معاه بيرسي في ان امباسي افتر 6 مانث. وطبعا هنعرف ان رودولف اجريد وافق، فهي من فرحتها بتقول له ايه هاو جود اوف يو رودولف، طبعا بيقول انا قدامي 6 مانث فاعمل فيهم ايه، قدامي متسع من الوقت والله بقى رايح لروتينيا، ولازم تعرف ان روتينيا ليه بالذات لان في علاقه سهر ونسب، وقال الكلام ده لان ماي كونتس كونتس ايميليا سنة 1733 سنة 1733 فين يا ابن الإعلام؟ كونتس إيميليا راسندل 1733 كونتس إيميليا، ودي بقى جدتهم الكبيرة ماريت اتجوزت ممبر اوف ذا ريبيرجس رويال فاميلي اللي مشهورين بالريد هير والستريت نوز. وقال لك انا لو رحت اقول لروز هتقول لك ده كسلان ومش كسلان، فانا قلت بقى اضحك عليهم انا جم رايت رايت ا بوك. فروبرت ايه بيقول له writing a book is the best way to get into politics، ده بعد ما بيقول له تعالى شوف اخوك بيقول انه يكتب كتاب. خلي بالك رودولف راسندل كان بيضحك عليهم. وبعد النهايه قرروا تشجع بايه ان في ايري في جرنايت تايمز ان افتر 3 ويكس في كورونيشن رودولف ذا فيفث اللي هو ملك دوله روتينيا، ومعروف ان دي مناسبه كويسه فايه فقرر يسافر عشان ايه الاحتفالات والحوارات اللي بتبقى موجوده دي. وطبعا ما راحش قال لهم وقال لهم على حوار ان جوينج تو رايت ا بوك اباوت سوشيال بروبلمز ان ذا الدس في منطقه جبال الالب، ودي كانت كذبه وبيداري بيها ان هو اصلا رايح روتينيا رايح يتفسح يشوف حفله تتويج، بيعزم الناس لحفله اخوه تتويج اخوه. وطبعا وبيحكي بقى عن انتوانيت دي موبان ان هي مشهوره بهير ويلث اند امبيشن. وطبعا رودولف راسندل جورج ولا بيرترام عرفوا ان هو رايح لحفله تتويج، وكل اللي بقول لهم ان انا رايح اتمشى كده وايه ومسافر لدريسدن. وطبعا جورج بيودعه، فاذا بيه جاي بيقول له ايه بقى؟ بص يا ريس انت هاف ان امبورتنت بيرسون تو ترافل ويز، معاك شخصيه من ايه هتسافر معاك، وقال له شيخ انتوانيت موبان وشي از اولسو جوينج معاك تو دريسدن، والرحله هتبدا من باريس. وطبعا راسندل
قال روح بالايه؟ بالترين. فين يا ابني؟ اهو ترين. ادي باريس اهي، ده ممكن ايه؟ باريس. وبعد كده دريسدن، وبعد كده المفروض ان هو رايح للعاصمه اللي اسمها ستريلسو اللي هي ذا كابيتال اوف روريتانيا. فهو بيودعه قال له معاك شخصيه مهمه هتسافر معاك، ركبت معاك القطر. راسن بيقول لك الرحله من باريس لدريسدن كانت بورينج وممله. ولما دخلت حدود دولة، دخلت دريسدن اللي هي المدينة الألمانية، قعدت أمني نفسي إن أنا أقابل الست الجميلة ديت، الناس بتحكي عن جمالها ولكن ما قابلتنيش ولا عبرتني. دخلت حدود دولة روتينيا، طبعا هنا دخلت الحدود، فإذا بالبوردر بالناس تستوقفني اللي هم ذا جاردس، وبيبصوا لي بقى بصات استعجاب كده زي ستيرنج ات مي. وطبعا انتوا عرفتوا القصه وعرفنا انتهينا ان هو كان لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج. فالناس كانت بتستغرب لان ازاي التشابه يوصل بانجلش مان، راجل انجليزي بالوضع ده، للتشابه في الوضع الشكلي تماما، لدرجه ان هم حصل لهم ذهول. وراسن بيقول لك اندهش وانا انده هم اندهش، هو معاه تضحك في القصه كده. لما قلت لك رودولف اندهش، رودولف راسن دي اندهش، والجماعه الجاردس اندهش، وهو اندهش لاندهشهم، وهم مندهشين لانه لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج. But they allowed him to enter. سمحوا له الدخول، خلاص واخد ختم الدخول. هو قاعد بيقرا في الجورنان لان حفل التتويج اللي كان after 3 weeks after 2 days. ونتيجه كده all the hotels، كل الفنادق كانت full، كانت مليانه. وبناء على ذلك قال لك انا مش هقدر اروح العاصمه، فانا انزل في مدينه زندا اللي على بعد 80 كيلومترز from the capital and على بعد 8 كيلومترز from the border. وبناء على ذلك نزلت في مدينة زندا، لكن أنطوانيت كملت بيها لأنها محجوز لها أصلا. يعني نزلت زندا، فلازم تعرف إن اللي كان بي أن إن حانة صغيرة كده كان فيها أن أولد وومن، والأولد وومن دي معاها تو دوترز بنتين، والأولد وومن دي من مؤيدي سبورتس ديو مايكل. فأول ما شافت رودولف راسنجر، خلي بالك لو كانت شافته وعارفة شكله، شكل الملك بتاعها، كانت اندهشت، لكن هي ما اندهشتش. فاول ما شافته هي كانت من هواه ديوك مايكل، بتقول له بقى حضرتك جاي حفل تتويج، احنا وي دون لايك، مش عايزين حفل تتويج، ولا عايزين الراجل ده يبقى الملك بتاعنا اساسا. وبناء على ذلك بتستم بايه؟ بتدافع عن مايكل باستماته، وبتقول ان هو كيرز اباوت ذا بيبل، وان اول ذا بيبل لايك هيم، از فور ذا كينج، الراجل ده از اولموست سترينجر، واحنا مش عايزين يبقى الملك بتاعنا، ولا عايزين نشوفه اصلا. بترد بنتها بتقول لها ايه بقى؟ اي دون لايك ديوك مايكل، انا ما بحبش ديوك مايكل ده. مش الراجل اللي انت قرفانة بيه ده. وبتقول ان الراجل تمام الملك قاعد في الهانتنج لودج اهو، الهانتنج لودج ده كوخ موجود في غابات زندا، وده بتاع ديوك مايك، وعازم اخوه ان يقعد فيه، وهو بريبيرنج فور ذا كورونيشن. فرودولف راسن ده بيستغرب ان ازاي الملك قاعد في الهانتنج لودج وسايب اخوه ان ستريلسو بريبيرنج فور ذا كورونيشن. فبقول لها ليه؟ قالت له ذا ديوك انفيتد هيم. فقال لها سو ذي ار جود فريندز، دول حبايب. قالت له لا شكلك مش فاهم حاجه. قالت له مهمه ان رودولف راسنجل بيستغرب ان ازاي ده قاعد في هانتنج لودج والتاني قاعد في العاصمه. فبتقول له ده عزمه. قال لها ده حبايب بقى. قالت له لا، لان ديوك مايكل هيموت على الحكم هو كمان. وهي لسه ما خلصتش الكلمه اذا بالايه؟ بجوهان او يوهان داخل وذا سيرفنت اوف ذا ديوك. فاول ما شاف رودولف راسنجل، لازم تعرف انه ستيف دي باك ان اميزمنت ان توك اوف هيز هات، قال اعطيته كده واستغرب انه شبه الملك بتاعهم بالظبط. وطبعا الست بتقول له مالك يا ريس؟ وات از ذا ماتر ويز يو؟ الراجل ده جاي يشوف حفل التتويج، في ايه؟ لازم تعرف ان في ذهول للراجل ده هنا. وفي النهايه رودولف راسنجل هيطلع ينام، وطبعا تاني يوم الصبح جوهان هيبقى ريبليس ريلاقي نيرفس، مش هيبقى عصب ولا حاجه، هيبقى ريلاكسد، هيعرف ان رودولف راسنجل رايح ستريلسو، فيعزم عليه يقعد مع ايه؟ عند اخته. تمام؟ ويقعد عند اخته وحلل المشكله. ورغم كده رودولف راسنجل قرر يقعد وينزل ويروح زي ما انت عارف للفورست ويتمشى فيها على امل رؤيه الملك. فبيودعهم، واذا بيه بقى بيوصل للنقطه اللي يخش فيها لغابات زندا ويعرف قلعه زندا. والنقطه دي لازم تعرف ان القلعه كانت محصنه والديفندد، ولازم تعرف ان رودولف راسنجل هينام، والكاتب عايز ينام علشان يقابل فريتز وسبت. فيصحى على صوت سبت وفريتز مندهشين بقى وهم شايفينه، واي لوك ات هيم هيز لوك بلاك اكزاكتلي لايك ذا كينج. فيصحى رودولف راسنجل يقدم لهم نفسه ويقول لهم اي ام رودولف راسنجل، اي ام ايه؟ سولجر، انا جندي من جيش دوله انجلترا. وطبعا فريتز
اتعلم تقابلوا معاه ويسلموا عليه. سات يو راسندل راسندل ار يو ون اوف ذا بيرلزدونز؟ فيقول له اخويا ازن يو لورد. وفي النهايه بيسال هو انا دو اي لوك لايك يور كينج؟ فريتز بيقول له يو كود بي توينز. سابت بيقول له also you are identical twins if you're different in your personalities. وبيقول له if you were Rassendil, لو انت ما شاء الله كنت soldier you must be good with swords. فبيقول لهم isn't your king is a fighting man. فريتز بيقول جملة كانت تكلف حياتي. Our king likes to live well. It's a say he like he prefers eating to action. بيفضل ياكل على الحركة وكده. باكن بيستدرك وبيقول but he's a kind man. وده ملكنا وحبيبنا واحنا نعمل اي حاجة for him. لحظة بيظهر الملك وطبعا بيسمع صوته وهو جاي. فريدز وسابت فبيقول فريدز فريدز وير ار يو فريدز؟ انت فينك يا فريدز؟ فريدز بيقول هي از كينج هي از كامينج هير ناو. فتحصل صدمه من مقابل رودولف راسنج للملك وان هم شبه بعض. رودولف راسنج بيقول لك انا واقف هنا وهو هنا حاسس ان انا لو حطيت ان هيز بوزيشن هبقى رودولف ذا فيفث ولو هو مكان هيبقى رودولف ايه راسنجل. وهنا التشابه وصل لدرجه التطابق. بالنسبة لشابتر 1. شابتر 2 بقى راسم بيقول لك انا واقف في غابة غريبة عن بلدي وفي بلد اخرى قدام واحد شبهي. وفي الاخر خرجت عن صمتي لما الاخ فريدز بيبص له الاخ الملك بيقول لفريدز فريدز هو ذيس جنتلمان؟ مين الراجل انتوا جايبينه منين ده؟ لان الملك اندهش وكذلك راسم قام من حنيله. فراسم بيستغرب يعني وبيقول له اي هوب اتمنى ما تكونش بتضايق. قال له هتضايق من ايه يا ابني؟ ما دي مش حاجه بتاعتك يعني على العموم. Whether I like it or not you can't be healing like me. انت مش قادر تمنع نفسك تبقى شبهي. ده انا هساعدك كمان. انت رايح فين؟ قال له to Strelso to the coronation sir. فريدز بقى الوحيد اللي لفت نظر الملك ان المفروض الراجل ده ما يروحش. فريدز قال له sir but I don't think it's a good idea for Mr. Rassendil to visit Strelso now. الملك لازم تعرف ان احد نقاط ضعفه ما بيعرفش ياخد قرار. فالوجه نظر لسابت يا سابت. قال له I agree he mustn't go. راسندل في النهاية قال لهم هتقرفوناش يا عم بهاجم معاك. I understand is a problem. وماشي ومسافر. I'm leaving. هسيب البلد وامشي. الملك بيقول you don't need to go now. You must come and eat with me. ولازم تعرف ان the point of weakness نقطة ضعف الملك his love for food. ففي أحداث القصة الحقيقية كان بيحب الواين الخمور لكن هنا his likes for food. فقال لازم تيجي تاكل معايا. فبيذهب راسندل ويتمشى في الغابه حتى يصل للهانتنج لودج وهناك يجد جوزيف. وده ذا بيرسونال سيرفنت اوف ذا كينج. فبيقول از ريدي از دينر ريدي يا جوزيف؟ وفي النهايه بيخش زي ما قلت لكم لقى التيبل ويز ليد مليانه بقى بملذ وطاب. وبدا الراجل في راسندل يقول لك لقيت الراجل عمال ياكل كانه بياكل بنهم وشغف هانجرلي بتفاصل بياكل بشكل غريب جدا. فريدز بيقول لراسندل خلي بالك بقى لا انا ولا الكونيل بناكل لاننا هنصحى الصبح بدري نروح ناخد صاحبنا ده ونجيب الجاردس يجي ياخدوه الجاردس بتاع مايكل ونروح حفل كورونيشن. ده المفترض اللي بعمال تتطافس ده عنده حفل تتويج تاني يوم وبياكل. وبيقول لرودولف راسندل ايت. وطبعا سبت بياكد بيقول له بات ريمبر سير يو هاف ان امبورتنت ايه عندك بيستارت بدايه بدري بكره. بيقول له بات كان ايت ويل اند جود فود از مور امبورتنت ذان سليب. ومصر ياكل. في النهايه بيعطي جوزيف بيقول له ذات وات ذا ديوك اسكد مي تو جيف يو. ده ادهولي بقى الاخ ديوك مايكل يدهولك اللي هو البوزنس كيكس الكيك المسموم اللي هيتحط له رودولف راسندل هياكل ابيس بس قطعه واحده والثانيه يقعد يتطافس. ثاني يوم راسندل بيقول لك صحيت كفرد ويز ووتر مغطى بالمياه وهو متضايق. وهنا طبعا لقى نفسه سابت وفريدز واقفين. فبيقول له يعني مفيش حاجه ثانيه ناثينج ايلس ويل ويك يو اب. فيش حاجة تانية كانت هتصحيك والساعة 5 o'clock. فبيقول 5 o'clock وعايز يشتم. فريدز قال له بقول لك ايه تعالى شوف الملك. بيخش يلاقي الملك مرمي كده. His pulse was weak. النبض بتاعه ضعيف. And his feet was red. من أثر السم بتاع الكيكس. جوزيف ما كانش له علاقة ولا كان يعرف الحوار ده. إنه حاططها كده بإيه زي ما أنت شايف أهوت قاعد بياكل بالطافس وهو مش مدي أي حاجة. في النهاية هيدور الحوار بقى مين اللي عمل كده. فيقال ان هو مايكل. ومين غير مايكل فعلا مستفيد من هذا الحوار وعمل كده عشان يمنع اخوه to stop him from being crowned. وطبعا بيقول لك لا نشوف حل بقى. ايه الحل هنا؟ لا نشوف ان هو مريض نقول للناس ان هو مريض. فقالوا لا لو قلنا للملك ان هو قلنا للشعب ان الراجل ده مريض هتحصل مشكله. في النهايه سبت يبص له كده بقى ويقول له انت اللي هتيجي معانا بكره.
والله it was a luck. احنا محظوظين بيك ان احنا شفناك امبارح because ان انت you will go to Strelitz to be crowned. راس نتعلم ايه؟ It's impossible. على جثتي. All the people will know that I'm not the king. And don't forget I'm English. رينز قال له but your German is perfect. ودي مهمة جدا. يقول لك مين اللي قال ان اللغة الألمانية عند الراجل في راسن دي بيرفكت ده فريز. And if we dress you لو لبسناك like the king nobody would know. في النهاية راسن بيقول لك لم أجد خيار قدامي غير ان انا وافق. وخصوصا لما سابت قال له our country needs this. بعد كده أخويف ما هيلبسه جوزيف الأمور بتوضع الخطة بيضاع حسابت هنروح نحط الملك in the cellar. السيلر ده اللي هو القبر وهنحط الملك فيه عشان الجماعة بتوع مايكل لما يجوا ما يلاقوش حد وغير كده كمان مش هننتظر للصبح هنمشي بقى دلوقتي بدري حطوا بقى الملك حطوا in the cellar وطبعا رودولف راسنج ده هيروح يتوج وقال بقى ترجع معايا بالليل يا ريس وارجع انا بقى كده جوزيف يكون دريس ذا كينج وارجع احطه بقى فين؟ في غرفه النوم بتاعته ومحدش هيلاحظ ده بس لاحظ ان هما كانوا اوفر هيرد باي جوهانز ماذر وجوهاند ماذر اوفر هيرد اتجسست ودي كانت تبع بيوك مايك جوهاند ماذر اوفر هيرد ذا بلان سبت قالوا ان شاء الله يبقى لي حل معاها بعد ما نخلص هيحطوا الملك في السيلر وطبعا رودولف راسندل جوزيف لابسه تمام التمام هنا بقى داخل عليه فريتز يقول له تصدق يعني انت 100 وي كان دو ات احنا هنقدر نعمل ده بيحفزه بقى ده انت شبه الملك تماما يو نو راسندل وي كان دو ات هنا بيتحركوا بدري طبعا ديت هتتحط مع الملك شي ووز لوكد ويز ذا كينج حبست ان ذا سيلر وبدا يتحركوا بدري فيوصلوا طبعا ستيشن جارد الراجل اول ما شاف الوضع ده حصل له حاله ايه؟ حاله ذهول لانه بقى الجماعة جايين بدري ففريتز قال له بقول لك ايه كل عيش سيري ذا كينج هاز تشينجد هيز بلانز ما لكش فيه بعد اذنك سوق اسوق رود فراسن طبعا طبيعي مرتبك لانه مش الملك وطبعا سبت عمال يحفظه عمال يقول له بس يا ابني هتشوف كذا وما تشوف كذا بس رغم كذا هتقابل كذا وكل حاجه حكاها له سبت ذا كينجز فاميلي والاندليه ويكنس نقاط ضعفه ومش عارف هيز فريندز وكل حاجه يعرفها ورغم كده رودولف راسندل كان متخوف هو قاعد يقول لك ببص كده وبتساءل فين الملك ببص في ساعتي قال لك لا ده مش ساعتي ده ساعة الملك وفي النهاية بتساءل يا ترى الملك فين إذا بسبت بيقول له هاو ار يو فيلينج احنا خلها شوية كده وهنخش اللجنة يعني مش اللجنة الناس مستنية فيها بالحاجات اللي هم بيقيسوا حرارتك بيها لا هتخش يا باشا قدام الشعب هتعمل ايه هاو ار يو فيلينج ناو قالوا نيرفس ام نوت ميد اوف ستوني نو طبيعي جدا واحد داخل لجنه وداخل يمتحن طبيعي خايف فقالوا طبيعي انا خايف طبعا قال له ما تقلقش احنا بس احنا جايين بدري ساعه لازم نبعت اورد اورد هنا بمعنى مسج لازم نبعت بدري احنا جايين بدري ساعه رساله للناس اللي هناك مين وايل قال له مين وايل ايه قال له مين وايل I'll have some breakfast the king is hungry رودولف راسندل بيهزر في النهايه بيقول له ليتس هوب وي ستيل الايف تونايت دعنا نعيش لحد بالليل يا عم رودولف راسندل اللي بتدور على اكل ده سبت في النهايه راسندل بيقول لك الباب اتفتح اذا بيا بواجه الناس بقى ناس رايحه وناس جايه اذا بيا بسبت والجماعه فريتز واخديني عشان افطر سامع الهتاف اللي هو جاد سيف ذا كينج الشعب كله عمال يهتف ويقول جاد سيف ذا كينج جاد سيف ذا كينج الكلام وصل لرودولف راسندل في ودانه من حب الشعب للملك في النهايه سبت قال جاد سيف بوث كينجز وهنا سؤال يجي يقول لك مين البوث كينجز دول بقى اللي هو رودولف راسندل اللي هو البريتند كينج المزيف والريل كينج اللي مرمي في السيلر فسبت ما لهاش بيعيد وصوته ده بقول جاد سيف بوث كينجز ربنا يستر معانا ويحفظ الاثنين قعدت بقى بفطر فطرت تمام التمام اذا بقى بخرج اذا بالمارشال جاي وده مارشال ستراكنتش والجاكيت بتاعه قد كفرد ويز نيدلز بس ايه سبت وفريدز معاه فطبعا رودولف راسندل لاحظ ان فريتز وهو بيسلم على المارشال وز تشيكنج بيرتعش لانه كان خايف لانه عارف ان اي حاجه تحرم تخص حياه الملك فيها مشكله بالنسبه له وبناء على ذلك حس بالايه فريتز خايف فمد ايده وسلم على المارشال عادي جدا والامور عدت على المارشال رودولف راسندل قال لك بدات اكتسب ثقه اذا عدت على المارشال اكيد هتعدي على الشعب فبدات ابقى ليس نيرفس ومشيت بقى حضرتك سبت معايا والمارشال البلد لازم تعرف انها منقسمه ديفايدد جزء فارغير وغلبان وجزء ريتش الجزء ذا بور بيبول سبورتد ذا ديوك ودي مهمه وتيجي في الاختيارات ويعمل عليها ستريس
زنبور بيقبلوا في ستريتش وسبورتد ذا ديوك كانوا بيدعموه اند بروميسد زيم لانه كان بيوعدهم ان هو يبقى في تشينج في تغيير الوضع الحالي هغير الوضع فالبور بيبل سبورتد ذا ديوك اند ذا ريتش بيبل سبورتد ذا كينج البور مع ديوك مايكل ولهم اسبابهم ان هو هي بروميسد زي ما في بيتر فيوتشر بيضحك عليهم يعني وانه يخلي الحياه تتغير والدنيا تبقى كويسه ذا ريتش بيبل سبورتد ذا كينج واي because they didn't want things to change لو هم مستفيدين من حكم والده وهو اسم امتداد له فما فيش ايه قلق بيقول لك وانا ماشي ملاحظ الاختلاف الواضح زي ما بتاخد في اللغه العربيه تضاد يظهر المعنى ويوضحه فينا بروز للوضع المأساوي للناس الفقيره والناس الاغنياء عايشين وما شاء الله عليهم وانا ماشي ملاحظ هذا التفاوت وانا ماشي بقى بقول لك بامان الله لقيت لك الناس عماله ترمي عليك كلر في الرايبون اشرطه ملونه وفلاورز احد هذه الفلاورز وقع فقمت منحني كده وستك ات ان ماي كوت بقول لك بص لي مارشال بصه كده انا عارف الناس استحسان ولا والله قرف مني بس انا حاسس بالانتعاش حاسس ان انا قريب كينج الواحد لما يشوف وجوه حلوه واخد بالك لما يشوف طلبه متميزين وشاطرين وحلوين وبيذاكروا بقى ايام زمان قبل الكورونا يعني يلا بقى ما تعملوش علينا المواجهه فالراجل انبسط وحس بسعاده وحاسس بانتشاء وبهج كده وماشي مبسوط شايف ناس حلوه وشايف الناس بتحبه وعماله تهتف له مش هو يعني بتهتف للملك بس هو عاش اللحظه حاسس انه ملك بقى ترو كينج قريب كينج بقول لك وانا ماشي زي الورود دي بزقتها فمارشال بص لي كده بس انا عشت اللحظه وحسيت ان انا لازم ابتسم واعيش واحيي الناس دي لان ما حد يرمي لي ورده فطبيعي ان انا ابص انبسط واحطها وعلقها عرفان ان لهم الود والحب. وانا ماشي بقى اذا بيه بيقول لك ببص كده في وان اوف ذا بالكونيز لقيت لك النسيبه السوداء انطوانيت ديموبان بتبرق لي بقى وخايف وحاسس ان انا هتنادي عليا في اي وقت تقول هي از نوت ذا ريل كينج خلاص ان القلب وقع بصراحه. تمام؟ ده في نهايه شابتر 2. شابتر 3 راسند المستمر كانه ملك بيقول لك دريسد از ذا كينج ماشي في امان الله لقيت لك المارشال والمارشال تقريبا حس ان في قلق فيه فبيقول لك لقيت واخد قرار وداخل الحي الفقير انا لسه قايل لك ان الحي الفقير ده من مؤيدين مايكل فازاي ده واخدني بقى للتهلكه رايح فين ده؟ راسند بيقول له واي هاف وي تشينجد اور روت ليه غيرنا طريقنا ده؟ بيقول له بص يا ابني اتس بيتر ذيس واي والكلمه دي مهمه على فكره كلمه روت بمعنى ممر او طريق انت بتمشي فيه محدد فبقول له انت غيرت الطريق قال له اتس بيتر ذس واي فراسل بيقول لك حسيت ان في سمثينج فيشي حاجه كده في رايبه في شك الراجل ده بيرهابس از تيستنج مي بيختبرني فقال لك عليا وعلى اعدائي فقام داخل عليه قال له بقول لك ايه tell your soldiers to go ahead of me I don't want your you ولا انا عايزك ولا عايزه فالراجل بلم ازاي بيكلمني كده مش معتاد ان الملك يبقى امي معاه ويتكلم انا شخصيه فيها تغيير قال له tell your soldiers to go ahead of you I don't want yours him. I want these people بقى انا عايز الناس ديت تحس ان انا I trust them. انا واثق فيهم وبديهم الموده وبديهم هنا راسندل بيعمل مهمه جدا انه عايز يجيب الناس دي ويستملها جنبه. ازاي؟ هديهم الامان، هخش في الحي الفقير ده احسسه ان انا مش خايف منهم فابدا اكسب ودهم. بس ده فيها ريسك، فيها مخاطره، واللي كان عايز يشتي لما شفت في الفيلم اللي هو بتاع اسمه حزلقوم ده ولا مش عارف يقول الله يخرب بيتك، الله هو ده مقتبس من هنا. هتودينا في داهيه الله يخرب بيتك بتحط التاتش بتاعك رد في راسن زينا بيحط التاتش بتاعه مش هزار على فكره ده متاخده منها كده فقال له كده انت هتروح في داهيه وهتوديني معاك بس مش قادر يقول له كده قدام الراجل فالراجل رودولف راسندل خد القرار ودخل ثبت هيموت من الغيظ كان انكشس يعني فيري وورد كان قلقان جدا من التصرف ده راسندل دخل ويقول لك حسيت بقى بالظلم ان ازاي في بشر عايشه بالمنظر ده ماشي في شوارع ضيقه جدا طبعا الناس بدا اول ما شافتني مستغربين بس اول ما شافوني بلموا شويه كده زي ما انت شايف كده هم مبلمين بعضهم بدا في النهايه يهتفلوا لان في برضه بعضهم هيبدا يستميل له فواحد بيقول له لوك ات هيم شايف الراجل عامل ازاي؟ ايه ده؟ هيز سكين از فيري وايت شايف وشه ابيض ازاي؟ انا مستغرب ام سربرايز ذات هيز اون هيز اون هو ماشي لوحده ازاي ويدينا الامان كده؟ بات هيز ماتش تولر تصدق طلع اطول مما اتوقع شوف انما الشعب يبقى مش عارف شكل الملك ولا طوله دي يبين لك الفارق ان الراجل مرمي في السيلر ده كان بيظلم فعلا ظالم لان ازاي الشعب ما عرفش شكله حتى لانه ما نزلش في الاماكن دي ولا يشوف الناس رودولف راسن بيقول لك عديت كده وانا ماشي بقى في الحته دي كنت سو نير يعني او سو كلوز تو زين قريب منهم وسامع كل كلمه بيقولوها في الاخر ربنا ستر وعديت على خير ثبت اول ما شافه طالع في امان الله كده دون مشاكل يعني قال لك اساي اوف ريليف تمهيده ارتياح ان الحمد لله ان ربنا نجاه رودولف راسن اللي هو ماشي شاف البينتينجز رسومات في الشبابيك بتاعتهم للملك
قصدي اللي هو الايه التيوب مايك مش المالك، يعني الرسومات اللي موجوده في الويندوز بتاعه الناس ديت طبيعي تبقى التيوب مايك، لان هو كان وعيدهم ببرايت فيوتشر وان هم سبورت اسهم بيأيدوه ويدعموه. رود الفراسن بيقول لك وصلت لايه لل اسمه الكوري اسمه البالاس، انا عارف ده مين ولا ده ايه ولا بيعمل لي ايه، فمش عارف الناس، لكن بالمنطق كده لقيت لك في واحده جميله كده وزريد هير، طبعا دي فلافيا الاميره فلافيا، والاميره دايما كانت جميله جدا وزريد هير، وعرفت انها طبيعي جدا من شكلها وجمالها ان دي الاميره. ببص لقيت لك واحد وزريد شيكس خدود كده ما شاء الله ودارك ايز ودارك هير، ده المعفن مايكل بقى. وبيقول لك وين هي سومي ما كانش مصدق هي بيكيم وايت، والبياض هنا مش لبياض الدهشه، مش بياض الجمال، لا لبياض الدهشه، هي بيكيم وايت او تيرند وايت، اندهش ان هو خطته ايه ده مين اللي جاي هنا، واول ما شافه عرف انه مش المال. هتقول لي ازاي ده اخوه، بس هو ما يقدرش يفضح نفسه قدام الناس، فعادي جدا امتص الصدمه وسكت. رودولف راسن بيقول لك حفل تتويج تم في بيوتيفل ميوزك في سام بروميسز طلبت مني ان انا اتلوها، وكل ده اللي انا قدرت البروميسز ان هو بيقف يقول لك وان احمي الدستور والقانون وحافظ على حدود الدوله الفلوريتينيه والقساوسه ويحاكم ويعلن رسمي. هنا رودولف راسن اصبح ملك بشكل رسمي، اصبح مالي بشكل رسمي على انه رودولف الدرك، لكن بيقول لك مايكل لاحظ ان انا فعلا مش الملك. وجا وانا قاعد بحتفل وعند شيت اللحظه ده وعايش وعمال اعيش الدور بقى، لان بدات اكتسب ثقه اهو از لورد توبام او توفام. لورد توبام جاي وكان هيز ايز، الراجل ده بيقول لك لورد من انجلترا وعارفني شخصيا، فقال لك انا اتفضح، بس بيقول لك ماي ايز عيني هو كانت سو بور ضعيفه لدرجه اني ما شافنيش، والامور الحمد لله عدت على خير. بس في حته مهمه جدا بقى هنا، ان الاميره مش سهله انه يركب العربيه كده كارج عربيه حنطور ويطوف العاصمه وهي جنبه، فبتقول له يو نو رودولف يو لوك ديفرنت توداي، دي مهمه جدا جدا ان الاميره لاحظت انه مختلف، بتقول له عارف لوك ديفرنت توداي، على فكره انت شكلك على فكره بقيت تايرد وشكلك سيريس، ده انت كمان مش مصدقني انت بقيت ثينر. طبعا ما قالهاش اه انا مش الملك وبتاعكم جاي لكم اعمل ملك وبتاع، لا انا اتغيرت ايه المشكله يعني، ما انا بقيت مالك زي ما انت شايف اهو، ايوب ايل ميك ا جود كينج، اتمنى ابقى مالك كويس. طبعا العاصمه بيتلفوا بقى بالعربيه ويرجعوا تاني، وطبعا ان هو هيدخل غرفه نوم وينام، بس هو مش هينام هو هيرجع مع سبت. فاول ما دخل طبعا سبت وفريدز بيقول له ات ووز ا داي تو ريمبر، ده يوم مش هيعدي، كان يوم فظيع، يوم مش هيتنسي. وبيحكي على رود فراس انه بيقول له اي ويش تو بي ا كينج فور ا داي، يا ريتنا بقى مالك لمده يوم زيك كده، بس ما تبقاش تضيف التاتش بتاعك، ده فريدز اللي بيلوم عليه. يبقى هنا فريدز بليمد راسندل فور انترينج ذا اولد بارت اوف ذا تاون الون، وقال له مايكل مش هيعجبه التصرف وده تصرف مش صح. قال له بقول لك ايه يا شويه وراجع تاني برد في راسندل الغلبان تاني ما تقفنيش عن فريدز. سبت قال له بقول لك ايه ده لو انت عشت بالليل يلا بابا لم اشيائك، بيقول لك يلا حبيبي خد حاجتك لم حاجتك عشان اوديك واروحك يا حبيبي. يلا بابا بس يو نيد ا بيرميت، بس انت محتاج تصريح. قال له منين بقى اجيبه ان شاء الله؟ قال له من الملك يا باشا. طبعا اتفضل يا حبيبي انا اجيب لك الورقه دي، معلش يعني ورقه ايه بس فيها ده مريم لعبه فيها 5 و4 و7 ما علينا، تخيل ده بيرميشن، لا دي رسمه ولا ادم عامله ادم خليفه ادم ما علينا، دي الاستماره. قال له استماره يا حبيبي امضيها يلا عشان اوديك ارجعك انجلترا تروح. قال له اتفضل امضي. رود الفراس من البلم كده قال له بقول لك ايه اي كون لايك، انا ممكن ابقى لكم مالك وبتاع لكن مش معناه ان انا اي كان اكت لايك ا كينج، بس ات دازنت مين ذات اي لايك رايت هيم تو، مش هكتب لكم زيه كمان بعد اذنك ما تقرفنيش، ورفض. قال له سبت بقول لك ايه ما تحسسنيش ان انت بتخترع الذره اهي سبت، لو جالك في الامتحان مين اللي ساين ذا فورم تو ليف ذا سيتي، ده سبت اللي وقعها مش رودولف راسن. وطبعا قال له بقول لك ايه بوت يور كوت حط الجاكيت بتاعك وهات مسدسك معاك ويلا معاك، مشيوا من ممر سري. وسبت يقول له الممر السري ده انا عارفه من ايام ابوك تمام، فيلا معايا مشيوا في دارك ايه في دارك باسج، ووصلوا في النهايه الوودن دور. الوودن دور مستنيه هناك بقى واحد كده بحصانين، اركبوا الحصانين وهيمشوا من شوارع خلفيه مش هيمشوا من المين ايه ستريتس، من الشوارع الاساسيه. في النهايه هيوصلوا على البوابه اللي عندها بنت عندها 14 سنه وقلت لك يخبط My father is not here، بابا مش هنا، راح يشوف الملك. سبت يقول له Your father should have been here، بابوك المفروض كان يبقى هنا. وفي النهاية هياخد منها المفتاح، قالت له But he told me not to open the gate for anyone، مش هطلب مش هيفتح البوابة.
فتح البوابه سبت ياخد منها المفتاح ويفتحه ويدي لها ايه الفورم الاستماره، يقول لها ابوك لما يجي تديها له بعد اذنك. هات يا سيدي، دي فورم محمود جاب لنا جنيه، ده ايجيبشن باوند. فادي لها فورم كده، خلي بالكم الكوين دي، بس دي كانت جولد كوين او جولد ايه كوين، وادي لها كوين عمله جميله وعدى. هما ماشيين بقى اذا بيهم بيتوقفوا نص ساعه، سو ذات زير هاف نص ساعه هاف اي هاف ان اور سو ذات زير هورسز كود هاف ا ثينك. يوصلوا دود الفرس اللي هو ماشي وبيتساءل ايه اللي حصل. الملك الاخ بقى ايه سبت يحس ان في حد ماشي وراه زي ما قلت لكم، نزل كده وقال له في تو هورسز، ووصلوا بقى للايه للفورك وقال له بص على فكره في اثنين ورانا، فبعد اذنك انزل جيت اوف يور هورس. تمام؟ قال له جيت ينزل ازاي يعني؟ قال له جيت اوف يور هورس. ما بص للفورك ده قال له تو ذا رايت از اور رود تو ذا ليفت از ذا كاسل، احنا بص حبيبي ده طريقنا فبعد اذنك انزل. فنزلوا على الفورك هنا وخدوا الحصان واستخبوا في الدارك فورست، الغابه المظلمه بتاع غابه زنده. فبيقول له بص حضرتك كده انت منزلنا هنا ليه؟ قال له اسكت بس مش عايز اسمع صوتك. اذا بيه قال له بص لوك زي ارهم، بص لهناك دول كده. قال له ادي ديوك مايكل اهو وادي ماكس هولف، ماكس هولف اخو جوهان هولف اللي هو الايه خادم الشخصي للديوك مايكل لما شاف راس اندهش اللي هو من الشفر الاول ده والثاني. هنا ماكس ده بقى راجل قوي جدا وده من اتباع مايكل، فقال له بص هم يا باشا هنا ديوك مايكل وماكس وصلوا لنفس المفترق الطرق. فبيقول له ويتش واي؟ مايكل بيساله هنروح فين يا كبير؟ قال له اي ثينك وي شود جو تو ذا كاسل، اعتقد نروح للقلعه تو نو وات از وات از ادروس. قال له طب واي نوت ذا هانتنج لودج؟ قال له اف اول از ويل، لو مش كل شيء تمام يا باشا نروح هناك ليه نتعب نفسنا؟ قال له اي فيل ات ويل بي اتراب، اخشى يبقى في مصيده. في الوضع ده مايكل بيبص كده حاسس ان في صوت. هنا سابت ماسك المسدس وموجهه، ودي حته مهمه جدا ان سابت ممكن يقتل رودولف، يقتل قصدي مايكل، بس عارف ان قتل مايكل في هذه اللحظه ليس في صالح الملك، فنزل المسدس وهو ساكت كده. وبعد كده سيادتك اذا بيهم بيمشوا ويتجهوا للقلعه. سابت وراسند خرجوا، قال بقى كل شيء تمام بقى، وعدوك لما يقول كل شيء تمام اذا الامور عندك مش تمام. لما يوصل رود فراسندل وسبت للهانتنج لودج يجدوا ان الهانتنج لودج ضلمه ونو بادي ميت تو ميت زيم، مفيش حد جه قابلهم. وهم ماشيين سبت بيقولوا لوك بص، فبيشاور على كتير 5 اور 6 تورن هاند شيف، يا خمس او ست قطع مناديل ممزقه، بيقول له ذيس از وات اي يوزد تو تايز اولد وومن، ده اللي انا استخدمته في ربط الست دي، فربنا يستر تعالى نشوف ايه اللي حصل. فيخشوا بقى يجدوا الحاجات مبعصره وما ايه مفيش جوهانز ماذر، ويجدوا ان جوهانز ماذر حررت اللي حررها رجاله مايكل، فيدوروا على الملك يجدوا السيلر، باب السيلر از اوبن، لكن داخل السيلر في اوضه ثانيه ومقفوله، وهتاخد منهم وقت يفتحوها. فاذا برودولف راسندل هيلاحظ ان سبت قلبه ضعيف وخايف، فقال له سيب لنا الطلعه دي، وبيقول لك خدت كده كاندل ودخلت، وبيقول لك رحت دخلت كده السيلر اذا بي راجع ثاني زي ما مسكت لكم كده في القصه وراجع مرعوب. قال له ايه في وعدك سود؟ قال له بص حضرتك اخشى ان هو سكيلد، مين اللي قال له كيلد؟ قال له ذا كينج. سبت قال له ذا كينج بوتينج هيز هاند اوفر هيز ماوث، قال له نو ذا بادي از جوزيف. جوزيف واز فاوند ايه؟ جوزيف واز كيلد. قال له جوزيف مات يا باشا. طب فين يا ابن الملك؟ مفيش ملك. الحوار يتم بقى فين الملك وهنعمل ايه؟ فبيقول له بص بقى حبيبي انت لما خد الملك خلاص سبت بيلطم شبه بيلطم بص هو زي هاف جاد ذا كينج وحط ايده على وشه كده هنعمل ايه؟ قال له راسم بيسال سؤال عبيط، هو كان اعرف مايكل كان عارف لما شافني وبتاع، قال له مش غير مش دلوقتي المشكله هنعمل ايه في الان؟ وات از هي ثينكينج ناو؟ هنعمل ايه الان؟ راسم دل بقى واخد حته العنتريات لازم نرجع وي ماست جيت باك تو ستريلز اند كولكت افري سولجرز مايكل ماست بي كيلد بيفور ذا ديو في ايه؟ قال له اهدى اهدى لازم نهدى شويه اكيد ات ماست هاف بين جوهانز ماذر اكيد السبت الكبيره دي قالت لهم ولو كنا يا باشا ما اتحركناش اف هادنت موفد وي وود هاف بين كيلد كنا قتلنا احنا كمان. طب هنعمل ايه؟ قال له بص يا باشا انت عارف ان ديوك مايكل لما شافك في الكرونيشن كان وورد ليتس وور هيم ا بيت مور تعالى نقلبه تاني. قال له ازاي يعني مش فاهم؟ قال له ان شاء الله ذا كينج ويل بي باك اجين تو ذا كابيتال تومور. قال له هاو اند وي دونت نو هيز نو ما نعرفش هو فين. قال له ما انت معانا اهوت وهتكمل معانا باذن الله. قال له دو يو وانت مي تو بي ذا كينج؟ قال له يس اي دو. هتيجي ده شابتر 3 في الاختصار بتاعه.
اخد نفسي بس كده. راسندل بيقول لك ما كانش وضع سهل ان انا اخلع واهرب عشان ارجع تاني. بقى انت عايز ترجعني؟ انت شكلك مجنون كده. يو ار مات، انت مجنون. ذا بلان از تو دينجرس، الخطه دي خطيره جدا، ما اقدرش ارجع. انت عارف ان ده لسه الامله بتقول يو هاف تشينج، انت متغير. قال له انا عارف انها ريسك، بس يا ريس لو ما جيتش معانا الامور هتصعب، وديوك مايكل هيسيطر على البلد خلال 24 hours، 24 ساعة البلد مايكل هيسيطر عليه. قال له برضه في مخاطرة. قال له بس وي كان نوت سيزن، الجماعة دول مايكل ورجالته ما يقدروش يعملوا حاجة، ما يقدروش يقولوا إن أنت مش الملك وإن إحنا قتلنا ساجنين الملك وإن أنت مش الملك، وبناء على ذلك يفضحوا نفسهم. ما يقدروش يقولوا كده لأن كده هيظهروا زي الجلد. يعني إيه هيظهروا زي الجلد؟ يظهروا ذنبهم. إيه ذنبهم؟ إن هما اختطفوا الملك وعلى وشك ان هم يقتلوه، فما يقدروش يظهروا ان هم خاطفين الملك وده الذنب بتاعهم فيظهر. قال له بس خلي بالك اكيد حد هيلاحظ. قال له انا معاك في كده. قال له طب وات اف ذا كينج از كيلد؟ قال له لو الملك مات يا ريس انت معايا وهتظل ملك. اف ذا كينج از ديد يو شال ستي ذا كينج. برادر فراسندل وافق على مضض، هو متضايق. واذا بيه في النهايه بيرجع. سابت قال له بيشجعه بقى، قال له ناو اي جيت ذا هورسز، جود مان، هروح اجيب لك الايه؟ الهورسز. هنا سابت من شويه كان يعني خلاص بقى الموضوع انتهى وان هو يمشي وبتاع، لا ما كانش طلب منه حاجه دلوقتي، لا عايزه تاني، فبيقول له اروح اجيب لك الحصينه واجي. فاذا بي راسندل بقى وهو سابت رايح يجيب الحصينه وبتاع، اذا بسابت راجع تاني بيقول له لوك اوت اوف ذا ويندو، قلت لك اهو. فرجاله مايكل كانوا جايين كارينج ايه؟ جايين كارينج سبيدز، ودي مهمه. يجي يقول لك ليه كانوا جايين كارينج سبيدز؟ هم جايين تو هايد ذير ايفل ورك، يداروا عملهم الشرير اللي هو مين؟ تو بيري جوزيف، لدفن جوزيف. يبقى زي كانوا جايين كارينج سبيدز، كانوا جايين شايلين كل واحد جروف كده عشان يدفنوا جوزيف. راسندل بقى خليته الحميه وقال لك لازم تو هاف ريفينج. الراجل ده كان بيحب راس ايه؟ جوزيف، وطمع في اللقمه اللي الراجل اكلها له، فلازم نعلم عليهم، لازم ننتقم. قال له بص يا باشا كده، وي ماست ميك شور، لازم نتاكد ان حد منهم ماست بي جوين جوزيف توداي، لازم يلتحق بجوزيف. وطبعا سبت برضه، انا قلت لكم لو تفتكروا ان هو بتاع بقه وخلاص. قال له انا هوريك ازاي نتعامل معاهم. في النهايه هياخدوا قرارهم وهيلفوا لهم بقى، والتانيين مش مدين ايه؟ اخوانا، وده عنصر السربرايز كان عند رودولف راسندل ومين وسبت. اشتبك معاهم رودولف راسندل هيموت واحد والتاني، لكن هيتعمل عليه بقى تراب. فبقى قال لك وجدت ازاي ايه؟ كان هيتعمل عليا تراب، فوجدت جاب كده هربت منها. وانا بهرب اذا بيا بشوت فينجر بقى صباعي اتصاب، وفي النهايه اجد سبت واقف بريسلس بينهك كده وبيضحك. فبقول له جدع يا واد انت 100 100 علمت علوم امي. ديد يو نو؟ واي حد فيهم عرف ان انت الملك؟ قال له يس. واحد فيهم قال This is the king. قالوا this will give Michael، هيديله حاجة to worry about، something to worry about، هتوصلوا العلامة إن إحنا أثرنا عليهم. وبرضه خدنا وانتقمنا لموت جوزيف. هما راجعين هيتوقفوا في فارم، وطبعا لازم السبت هيحط أباندج دماضة حوالين الآخر إيه؟ الصباع بتاعه المصاب ده، لأنه أصيب في صباعه. وطبعا راسندل كفرد هيز فيس، مغطي وشه زي ما غطي لكم كده في الشابتر، لو تفتكروا تمسكوا الكوفية كده سكارف ومغطي وشه، فبيتساءل ماله ده. فقال له مفيش عنده اباد توث، سنه مسوسه. وبيقول لك الاكل جميل والقعده حلوه، بس مش عندنا قاعدين، لان رجاله مايكل قد يكون ورانا. مشينا وصلنا لستريس، واذا بالجيتس مفتوحه، مفيش ناس بتحتفل ولا حاجه، الناس نايمه، كله ايه؟ نايم. فاذا بينا وصلنا في خادم اسمه فرايلر، وده خادم جديد جابوه. فبيتساءل از ذا كينج، الملك كويس يا سيدي؟ از اول ويل سير؟ طبعا سبت بيقول له ايه فرايلر اول از ويل. قال له بات ذا كينج از هيرت، بس الملك مصاب. قال له اتس ناثينج. راسندل بيقول له اتس ناثينج، مفيش حاجه. وطبعا بيبرر ده. سبت بيقول له هي كوت هيز فينجر ان ادور، قفل الباب على صباعه. هي كوت هيز فينجر ان ادور. يجي يقول لك ايه ازاي سبت جاستيفايد، برر الاصابه اللي كانت في ايد راسندل اللي هو الملك، ان هي كوت هيز فينجر ان ادور. وقال له ريمبر ناثينج اباوت ات، ما تقولش حاجه لحد يا ابني عن الحوار ده. الملك كان بيتفسح لايك تو رايد ذا هورسز ناو اند زين، الناس كلها بتحب تركب، ليه مش الملك؟ وطبعا بقول جمله مهمه جدا، فرايلر از ا جود مان، فرايلر ده راجل كويس.
but it's sometimes احيانا ومن الافضل ليك ان انت not trust even the best of men. طبعا بيدخل رودولف راسندل، فريتز مش عارف الحوار، فاذا بيه بينحني للملك اللي هو راسندل، بيقول له ايه بقى اول ما شافه؟ My king you are safe, I'm so pleased. سبت بيستثمر الحوار ده، بيقول له حتى فريتز اللي حافظك افتكرك الملك، فالامور ايه زي الفل يعني. هنا فريتز بيندهش وبيستغرب. What happened to the king؟ ايه اللي حصل الملك يا ابني؟ ده هو tell me is the king dead؟ في النهاية بيقولوا ان الملك ما ماتش ولا حاجة، ان بس الاخ ده بنعتقد ان هو ايه حبسه. طبعا رودولف راسندل قال لك كنت فاكر حياة الملوك سهلة، لقيتها صعبة، وطبعا وثائق كل شوية تجي لي دوكيومنتس ان انا تو ساين، فاتعلل بصباعي، شايف يا ابن صباعي عيب، بعد اذنك خد الحاجات دي وامشي من قدامي. في النهاية الدوكيومنتس دي اجلت، فريتز قاعد على نار، وعلى اول ما ايه في مشكلة بتحصل، فاذا بالباب بيخبط، فاكرينه بقى حد جاي ايه يعرف حاجة، فإذا بي الرسول من عند الأميرة بيسأل، وإذا راسن بيجاوب بيقول له قول لها إن أنا قضيت حياة كويسة جدا امبارح. سبت بيقول له بصراحة ده إحنا قضينا يوم جميل يعني، عايز أقول له مقضينها ماشي بالحصينة رايح جاي. وفي النهاية فريتز بيتساءل مش هنعمل حاجة، هنعمل إيه؟ سبت قال له ما نقدرش نعمل حاجة، لازم نستنى نشوف اللي هيحصل. قال له يعني إحنا قادرين نكشف نفسنا ولا قادرين نهاجم على مايكل، فهنعمل إيه؟ وفريتز بيصير نقطة بقى إن ثلاثة من رجالة مايكل مش موجودين، فبقول له خلي بالك في ثلاثة وهناك ثلاثة، يبقى فاضل ثلاثة زي ما كنا بنضحك وبنقول كده. طبعا هنا بيقول له في نصهم موجودين، قال له يبقى في ثلاثة بحروس الملك وثلاثة هناك، فبعد إذنك هم راسن بيتساءل طب مين السكس من دول؟ قال له بص يا ريس الناس دي هتذبح وتسلخ وبتموت وأكيد هي هيخلصوا عليك. راس بيقول له دول بيقول كل مين هيقتلوني؟ قال له بزاوت داوت بدون شك على فكرة. فسبت بيسأل أنهي واحد أنهي ثلاثة؟ فريتز قال له ذا ثري فورنرز، الثلاثة الأجانب الموجودين، جواتيت وبيرسونال وديتشر. هنا راسندل بيقول لك بدأت أتصرف كملك، وبدأت أنا عايز إن أنا أشهر نفسي تو ميك ماي سيلف بوبولار، والحتة دي مهمة، أنا مش عايز أبقى ديستانت كينج، مش عايز أبقى ملك بعيد عن الناس، وبناءً على ذلك خدت قرار إن أنا أروح أزور الأميرة واشتريت لها فلاورز، لانه شاف ان الاميره كانت بوبولار. ويجي يقول لك ليه راسندل استثمر النقطه دي؟ انه كان شايف ان الاميره كانت بوبولار، محبوبه من الشعب، واللي يحب الاميره يحب من يحبها، وراسندل بيتودد للاميره ليكتسب شعبيه في حاله انه لو دخل وور مع مايكل ان هي سبورت هيم، وده ذكاء من رودولف راسندل. وهو بقى داخل، فاذا بي طبعا فريتز هيروح معاه هيشتري الزهور من بنت فقيره ويديلها جولد كوين. الناس اللي كانت اتلفت حواليه اللي كانت بدات تكرهه من الحي الفقير بداوا يحبوه وراحوا معاه. وطبعا لما يوصل الاميره طبعا هيدخل هيلاقي بقى ما شاء الله يعني ميرورز وفرنتشر اساسه جميل، فبتقول له يو هاف كومبليتلي تشينجد سينس يو بيكيم ا كينج سير، بتشير نقطه تاني، انت اتغيرت منذ اصبحت ملك يا سيدي. قال لها يا بنتي انت مش محتاجه تقولي لي يا سير تاني. قالت له قال لها لان انا وار ستيل كازنز. قالت له بس انت حضرتك فعلا ان انت اتغيرت وانا فخوره بدات ادوس وبرودولف، but I think you have your face has changed، بس وشك فيه تغيير. راسندل من ذكائه بدا يغير الحوار، ينقل الحوار من صيغه ثانيه، فقال لها I heard ان اخويا رجع، هل هو فعلا رجع؟ قالت له ايوه هو فعلا رجع العاصمه. وطبعا استغربت لانه بيتكلم بود عن مايكل، وبيقول لها ده وي ار فاميلي وز انيرر هي از تو مي از ذا بيتر، كل ما يبقى قريب مني كل ما يبقى كويس. لسه ما خلصوش الكلمة، مايكل عارف كويس جدا النقطة اللي كنت بقولها لكم في طول السنة. مايكل عارف كويس جدا إن راسندل عارف إنه عارف إنه مش الملك. وراسندل عارف كويس جدا إنه عارف الكلام ده. وهما الاتنين عارفين بس الأميرة ولا الشعب عارف. فهو مايكل عارف كويس جدا إن راسندل عارف إن هو مش الملك، وبناء على ذلك اللعب هنا متداري. فالتاني جاي له بقى ومش سايبه، وراك وراك، هبص هطلع عيشتك. وطبعا راسندل عارف الحوار ده. فصاحبنا جاي بقى فبتقول له ايه؟ اتس هيم، اتنفضت كده وبتكلم معاه وبتبص قالت له اتس هيم اتس ذا ديوك اوف ستريلز وده جاي دلوقتي حالا. طلع صاحبنا وخطواته جايه، ورودولف راسندل قاعد مع الاميره في الغرفه ما يعرفش حاجه، فصوت الخطوات بتاعته لحد ما طلع وقف. راسندل بيقول لك ما اعرفش ما دخلش ليه، عمال اتكلم معاها فجاه لقيتها بتقول له يو نو انت عارف انت انا مايكل وود بي انجري. قال لها انجري فيا يا بنت انا عملت له ايه؟ قالت له يو ديد انت اسك هيم تو انتر. قال لها ما كان ينتر انا ماله ماله، وده ميستيك راسندل ارتكب. يقول لك وات واز ذا ميستيك ذات راسندل ميد، الخطا اللي ارتكبه راسندل ان ديد انت اسك مايكل تو انتر. قال لها اوف كورس هي كان انتر، ما يدخل.
قالت له how funny you are, you know that he cannot enter without your permission. عارف 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 عارف. هذه الليلة السوداء هتكشف. عارف. ويقول لك يا ريت فريدز كان قال لي الحوار ده لاني ما اعرفش المفروض ادخله. وقال لها علمونا طالع جابه لك اهو. وطالع بيصطنع الود بقى زي ما قلت لك لانه عارف انه عارف الكلام ده اللي انا قلت لك عليه. My brother, انت اخويا يا حبيبي, I know, ما اعرفش والله ان انت هنا. ليس I had asked you to come in. ويقول لك وماشي في ايده في ايدي كاننا ود وحب زي ما قلت لك. كلهم عارفين المشاعر اللي بينهم, لكن لا فلافيا عارفه ولا الخدم اللي واقفين عارفين حاجه, ان ده بيصطنع ان هو فاهم ان هو مش اخوه وهكذا بقى. وده بيصطنع برضه انه ان انا مش عارف ان انت مش اخويا. لا لا عادي ان انا فاكرك الملك. لا بس اللعب فاهم. وراسل بيقول لك احد نقاط ضعف مايكل انه مبين انه متضايق, يعني his point of weakness, he cannot hide his feelings, مش عارف يداري مشاعره, فدمه محروق وداخل معايا. فبيرد الحوار ده الراسندل بقى بيضايقه. قال له بص بقول لك في ثلاثة من اصحابك ومن حبايبك ودول رجالتي برضه وحبايبك برضه. قال له ماذا 3 فورنر. رودولف راسندل بيهدد ومايكل بيهدده ب 3 فورنرز. قال له الثلاثة دول بقى حضرتك want to see you, I want to see you, عايزين نشوفوك. قال له هاتهم حبيبي, I'm ready to meet them. طبعا الكلام فيه حتة ال الحوار ده. هنا قبل النقطة دي رودولف راسندل بيحاول يعني مايكل بيحاول يقرفه شويه بموضوع الثلاثة دول. فبيقول له يو هاف هيرت يور هاند, يعني جرحت صباعك بتاع صباعك اللي في ايدك ده احنا اللي معلمين عليه. قال له يس انا انيمال بيت مي, حيوان عضني. الأميرة مش فاهمة حاجة فتقول له في خطورة من الجرح ده. لا 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 اف اي جيف هيم ذا بايت اجين اديته الفرصة يعض تاني. فبيقول له اف هي از, لو هو حضرتك اديته الفرصة تاني. قال له هي ويل بي نوكد ان ذا هيد, هنديله على دماغه. هنا بيدي كلام بقى زي ما نقول كده قصف جبهات. يعني مين اللي علمنا عليك؟ قال له ده ان انيمال حيوان عضيني, بيرمي الكلمه على ان انت حيوان. يعني الاميره بتقول له ديد يو كيل ذا انيمال؟ قال لها ما قتلناهوش لسه, مستنيين نشوف لو اف ات بايت از بوزنس. قال له اند اف ات از, وده بقول له ارصد يعني سام. قال له هنديله على دماغه. حس ان الحوار هيخرج عن نطاق الادب فراسندل ضايقه بقى بالحوار انه قال له بص يا ريس متشكرين على سبليندد كورونيشن وحفل التتويج اللي انت عملته لنا والاقامه في الهانتنج لودج. بيقول لك ده جامب تو هيز فيت, استشاق غضب, والتعبير ده مهم. جامب تو هيز فيت. رودولف راسندل بيقول لك لما قلت له البقين دول دمه اتحرق وجري على الباب عشان يخرج. اذا بيرجع بقى بيهدده على النقطه اللي انا كنت سبقت فيها وقلت له دي. لا قال له بص ثلاثه من اصحابك عايزينك بقى عشان نتاكد ان انسان ان هو جامب تو هيز فيت, يعني استشاق غضب. رودولف راسندل بيقول لك بقى ميت من الغضب, راجع بقى يقرفني بيقول له الثلاثه دول عايزينك, وبيهدده بالواتيت اللي هو فرنش فرنسي وبيرسوني او بيرسونن, وده بلجيان, والاخير اسمه ديتشارد, وده بقى سترونج فايتر اند اباد كاركتر. قلت لكم ده شخصيه معفنه. وطبعا ديتشارد هو اللي بيتكلم معاه. فرودولف راسندل بيتصنع الكلام باللكنه بتاعه دوله روتينيا اللي هي الايه اللي هي اللغه الانجليزيه اللي هي لغه ديتشارد ما انجليزي, فعايز يتكلموا انجليزي مكسر يعني. فالانجليزي باين بتاعه ان هو كويس بيتكلموا هنا بريتند فورين اكسنت. فديتشارد سمايلد. فراسندل قال لك بقى بما ان ديتشارد سمايلد يبقى هي نيو ماي سيكريت. وكون ديتشارد انه سمايلد يبقى عارف ماي سيكريت, يبقى دول برضه عارفين ماي سيكريت. مين اللي هيمنعني من الناس دول او هيحميني من دول؟ وسؤال استفهام استنكاري تعجبي ما حدش هيقدر يمنعه غير ربنا. وبيقول لك كده ايه هاو دينجرس وير زير سبيشال سولجرز اند هاو سيف اي ووز ايفن ان ذا بليس. يعني حتى لو انا في المكان ده مين اللي هيحميني من الناس دول؟ لان بان وديتشارد فعلا خد راسندل من جسمه وانه كان سترونج فايتر اند باد كاركتر. ان شاء الله بقى كده استراحه كده واخش لكم على شابتر 5 اند 6 وتبقى كده القصه بالنسبه لكم. يعني قلت لكم ريفريشمنت كده الحاجات المهمه اللي تفتكروها. سلام.